اكرم الشرقاوي انت كوميديان، بدايتك كلها كوميديا، وما اعتقدش ان حد وظفك في دور زي فيلم طلق الصناعي اللي حصل. انا كنت مستغرب برضو استاذ خالد، بس كوميديان هو كان ماشي معايا من اول التصوير، قبل التصوير كمان واحنا بنقرا سكريبت مع بعض، ان هو نزل حواجبك، ايه خليك ارفع ظهرك، نزل حواجبك، عشان عندي اكسبريشنز كتيره في وشي. فهو هداني جدا، وكنا ممشينا ده من يوم البروفا. يعني يوم اول البروفة. يوم قابلته في حياتي ما اعرفوش، يعني اعرفه بس شكلا ان هو من البرامج يعني لاسوستا وتفاهم وعرض كبير طبعا هو مش بيحب شغل في البروفا، لقيته يصلح 100%، بس عنده شويه حاجات كده محتاج يتخلص منها وهيبقى هايل. طبعا كان في ناس بتقول لي طبعا اكرم مش ممثل، انت ما مثلتش في دور قبل كده صح؟ اكرم مش ممثل. انا يعني فخور وسعيد بالنتيجه اللي وصل، يعني دور اندرو اللي هو عمله بجد متصدق بطريقه، يعني انا كنت اشاتي مجروحه ان ده في الاخر شغلنا مع بعض، انما الفيدباك على عليه هو اكرم كان اندرو جدا يعني يا مش ممكن حضرتك حتى قلت ايه الرخامه هو بيلعب دور القنصل الغتت اللي اي حد دخل سوق معقد أمريكا. اصلا ده هو معقد مع زمايله، مش بس مع اي حد بيخش سوق امريكا جامد، ما عندوش هزار. اي حد دخل سفاره امريكا بيبقى شايف شبابيك كده، بتلاقي مثلا واحده شكلها كده ظريفه بيقول يا رب اخش على دي، بلاش الراجل الرخم اللي شكله هيدي رفض ده. فانا كنت عامل اندرو هو الشخص الرخم اللي 100% هتاخد عنده رفض، اللي هو انت لما انت بتبقى قاعد في الويتنج قاعد تقول يا رب ربنا ما وقعنيش في الراجل ده. فهو عمل ال ربنا ما وقعنيش في الراجل ده. انا متهيألي انه هو ده اكتشاف كمان يحسب لكم، يعني اكرم اكيد يعني هياخد طريقه في التمثيل الدرامي سواء سينما او تلفزيون خلال وقت قصير جدا. اكشن عنده صح ينفع. واكرم عمل حاجه كمان جديده في الادوار اللي زي دي، قدم الدور ده بشكل جديد. يعني دايما الدور ده بيتلعب بكليشيه، برخامه بتاع، هو عمله بشكل طبيعي وما كانش بيمثل. مش معنى كده ان هو رخم ده عسل، بس هو يعني ايه يعني هو رخم؟ انا ما قلت، انا عشان كده قلت، عشان عارفك انت ازاي هتقفشني. بجد بجد من اصعب الادوار، والله من اصعب الادوار. واكرم بجد انا انبهرت بيه بجد، ممثل عارف بيعمل ايه وتقيل والله. يعني انا مش عارف يعني ازاي اول مره يمثل حاجه زي كده، بس هو لا ده جامد جدا، كان ان جدا وعمل شغله وطبيعي جدا، وهو بيمثل وسايب ايده يعني ما بيمثلش، وهو التمثيل كده.